وبمد الكلمة من الأستاذة سلوى، بمعنى المرأة مهمة أيوة ومتعثرة وبتجد الكثيرات. يعني أنا عايزة أقول كلمة، النساء دي جاية من النسيان على فكرة، وصورة النساء اللي هرجعها هيرجع لك في الأصل حاجة إن هي ما لم يذكر من الأحكام في الصور السابقة، فهي الأشياء المنسية، ومن هنا جاءت كلمة النساء. طبعاً كلنا ككاتبين أشعر بهذا النسيان للأسف، الشديد. أستاذ شعبان يوسف لما تتكلم عن ميت هنا بيتكلم، أستاذ شعبان يوسف لما بيتكلم عن ميت هي إنه إحنا شايفينه قدامنا، وهي الشبكة وحشة، هي نموذج لكل كاتبة شاعرة. طبعا احنا شايفين معارك ومعارك كتير ما بين الستات، ما بين الكاتبات وبعضهم، وما بين الكاتبات والكتاب، وما بين النقاد والكتاب. حاليا ما زلنا في نفس موقف ميز لنا، يعني لماذا تموت الكاتبات كمدا موجود، وحاليا برضو تقريبا الستات منسيات. لماذا قتلوا مين؟ من الذين قتلوا مين؟ مش اسمه كده؟ يعني ما فيش حد ترك مين في حاله اتحالها، لانها امرأة، هي مالها، هي مالها بالشعر والكتابة والحاجات دي. الحقيقة الكتاب مهم جدا. نوالي استعداد كنموذج، لما كان في ندوة امبارح لنوالي السعداوي ونزلت صورة معينة، فكانت تعليقات بأحكام من الناس، ونحن شعوب نفضل الأحكام، وأن احنا نحكم على الآخر بأن هم دول هيدخلوا الجنة أو النار، وكأن في ايدينا مفاتيح الجنة. شكرا أستاذ شعبان يوسف، وشكرا للدكتورة فاطمة.